إن قرآن الفجر كان مشهودا. الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصحيها الفجر كل يوم، الناس الصفوة دي هم صفوة ليه؟ يمكن بتسمع الكلام ده لأول مرة، ويمكن يغير فيك ويخليك لو أنت مش معاهم تتمنى تكون معاهم. من ضمن مليارات البشر تلاقي دول بس اللي بيصحوا للفجر أو قبل الفجر بشوية، بيصلوا ركعتين وبيستنوا الفجر، وغيرهم بيكون في نفس الوقت يا إما نايم يا إما لاهي في الدنيا. هم بالذات بقى اختاروا إن هم يكونوا مع الصفوة. أصل الحياة دي فعلا اختيارات، بيقوموا كل يوم في السر كأنهم مستنيين ميعاد. فعلا هم مستنيين ميعاد مع ربنا سبحانه وتعالى في الوقت اللي الدعوات فيه مستجابة وبتحقق المعجزات. خد بالك، هم مشهورين قوي، مشهورين أكتر من أي مشهور، بس هم مشهورين بشكل مختلف شوية. مشهورين في السماء، مشهورين بين الملائكة، كل أهل السماء عارفينهم، حتى سيدنا جبريل أمين الوحي عارفهم، مفيش حد هناك مش عارفهم، اخبارهم هناك منتشرة جدا والكل بيتابعهم. اهل الفجر فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة واوقاتهم مباركة. فلو كنت منهم قول الحمد لله، ولو ما كنتش منهم ادعو الله عز وجل انه يجعلني انا وانت منهم ان شاء الله.